اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من دردشه تقنيه مع اكسيوم. هالحلقه حتكون شوي مختلفه، ما حنشوف سوا اكسسوارز وجادجتس، بس حنحكي عن التوب تريندينج جيمز على جوجل بلاي وعلى ابل ستور. حنحكي شويه اخبار من جوجل وشويه شائعات عن الاي واتش من ابل. اول لعبه حنشوفها اسمها تيبل توب ريسينج. هيدي عباره عن سباق سيارات، بس سيارات كرتون شوي، وبتسوقهم بقلب البيت، يعني تقريبا على الطاوله او بالمطبخ. والفكره من اللعبه انك تسبق 6 اشخاص، بتتسابق مع 6 اشخاص لتجمع فلوس، وبتستعمل هول الفلوس لتعمل ابجريد لسيارتك، بتحسن، تعمل فيها تحسينات. طبعا فيك تجمع اشياء على الطريق، اسلحه، وتستعملهم ضد منافسينك مشان تربح. اللعبه الثانيه اسمها سكراب تانك. هيدي اللعبه ترندنج، بس انا ما كتير حبيتها. انت عم بتسوق دبابه وعليك تهاجم اعداء مثل طيارات ومثل سيارات، وتجمع الخرده او الحديد اللي بيوقع منهم، مشان هيك اسمها سكراب تانك. وبتجمع هدول الخرده وبعدين بتبدلهم لتشتري اسلحه او لتشتري ذخيره او لتعمل ابجريد للدبابه او للسرعه او هالاشياء. اللعبة الثالثة اسمها ميني جور 2 زومبيز. هيدي اللعبة من لما نزلتها لليوم بعد ماني نايم عم بسهر عليها. لعبة كتير حلوة، انت فيك تختار واحد من كذا كاركترز، وفيك والمبدأ من اللعبة انك تحارب او تقتل زومبيز، بضلهم يطلعوا لانت تشبع، ولما بتقتلهم بيطلع لك مصاري، وبتجمع هالمصاري طبعا، وبتعمل ابجريد للكاركتر تبعك للأسلحة. هيدي اللعبة كتير 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 حلوة، موسيقتها حلوة، الديالوج فيها حلو، والاحلى شيء فيها انه الكاركترز كمان كرتون، فانت صحيح بعالم زومبيز والاموات، بس كتير بتسلي وما بتخوف. هلا خلونا نحكي شوي اخبار من جوجل. جوجل درايف عاملين تخفيضات باسعار الكلاود ستورج تاعهم. اذا كنت مثلي من النوع اللي بيستعمل جوجل درايف مثلا لستورينج الفايلز تاعولك اون ذا كلاود، او اذا بتعمل سينك مع تليفونك، او اذا بتحب تشير بتعمل تبعت لارج فايلز لرفقاتك، فهلا جوجل عاملين اوفر كتير حلو، منزلين كل اسعارهم. انت طبعا فور فري بيطلع لك 15 جيجا بايت مع جوجل درايف، بس فيك تدفع دولارين بالشهر وبيطلع لك 100 جيجا بايت، او اذا 10 دولار بالشهر بيطلع لك 1 تيرا بايت اوف ستورج. 1 تيرا بايت بتصور فيك تحط كل صورك من لما خلقت ل 50 سنه لقدام. طبعا كلنا سامعين انه ابل عم يشتغلوا على ويربل واتش وبدهم ينزلوها، بس هلا اخر شائعات بتقول انه بلشوا تصنيع. بالنص الثاني من السنه ابل حينزل تقريبا 3 ملايين اي واتش، وقبل اخر السنه بيرجع بيصنع 15 مليون قطعه. الابل اي واتش مثل اي سمارت واتش طبعا حتقدر تعمل منها مسجنج، حتقدر تعمل منها اتصالات، بس احلى شائعة بتقول انه اجتمعوا مع نايكي اللي عملوا فيول باند ليعملوا شراكة ويحطوا الفيول باند ابليكيشن بقلب الابل اي واتش. فهيك كل محبين الفتنس بريسلتس واللي بحبوا يعملوا تراكينج لصحتهم ففيهم هيك يشتروا بس الابل اي واتش ويكون بقلبها هيدا الفانكشن. وهيك خلصت حلقتنا. بليز خبروني رأيكم بالألعاب اللي حكينا عنها اليوم، خاصة ميني جور 2، بدي أعرف إذا عملتوا عليها أدمان مثلي. وأول ما تنزل الآي واتش كمان رح نعمل عنها ريفيو مثل ما معودينكم، فخلوكم متابعين معنا وعملوا سبسكرايب. نحن موجودين على تويتر، على فيسبوك، على إنستغرام، تابعونا وتواصلوا معنا.